اليوم نقف امام السفاره الامريكيه وقفه احتجاج بالذكرى السنويه لشهاده قاده النصر الحاج المهندس والحاج سليماني. نقف ونحتج امام هذه السفاره، سفاره الشر التي قتلت قاده النصر في العراق، جريمه مروعه ارتكبتها على ارض العراق، ولن ننسى تلك الدماء وسنثر لها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما دخل داعش الإرهابي إلى العراق واحتل محافظاته وأفتت المرجعية العظيمة في النجف الأشرف بفتوى الجهاد الكفائي، انبرى لها أبناء العراق من كل صنوف الجيش والشرطة والحشد وجهاز مكافحة الإرهاب وكل أبناء العراق، وساندونا الأصدقاء والأحبة والمستشارين. انتصرنا على داعش بفضل الله سبحانه وتعالى والفتوى وقادة النصر. إنما قام به ترامب من قتل قادة النصر معناته أنه هو حليف للإرهاب وحليف لداعش. لذلك نقف اليوم أمام سفارتهم لنبلغ الشعب الأمريكي أن قائده، أن رئيسه ترامب إرهابي، أنه شارك داعش بقتل قادة النصر الذين بفضل الله سبحانه وتعالى وأبناء الشعب العراقي انتصرنا على الإرهاب.